السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا من آخر أخبار، يعني ونقولوا آخر أخبار، وين رئيس وهاب مولعي يأخذ يعني يخضع لعمل خاص، والمدرب الوطني يستقر على الوصفة المثالية. أخ مدرب على بالكم، أي مدرب مع ستاف تكنيك تاعو راه يقرا لادفيرسير، ما كانش يقول لك أنا ما قريتش لادفيرسير ولا ما عنديش فكرة على لادفيرسير ولا لا. يعني منتخب يكون عنده فكرة، وديك الفكرة اللي يكون هو عنده ينقلها للعابة تاعو، باش يكون على بالكم. الآخر ينقلها للعابة تاعو، هذه هي. هذيك نقولوا بلي اليوم ويد ال ونحسب اخر اخبار ونقول لك هي ما نشوفوش باللي غادي يلعب تيتيلر كيسموه مولحي ولا خاطش علاه مادري يلعب كاع لي ماتش تاع كاليفيكاسيون. هي ماشي من ذا الباب، بصح مادري راه قدم مستويات كبيره، مادري راه قدم مستويات كبيره. هي من ذا الباب نشوفو باللي مادري يعني ما رسم المكانه تاعو الاساسيه. كنا نقولوا بلي ودي مبولحي مكانش لي عاوضو، مبولحي مكانش لي عاوضو، بصح عندما شاهدنا مادريا خويا مادريا راه مليح. نتوما تشوفوا بلي كاين لي بزاف قال لك لا مبولحي من باب الخبرة. أنا نشوف بلي أنا وقت نبغي مبولحي، مبولحي 12 عام راه في 14 عام، يعني بهذا العام هذا اللي جا فيه راه في 14 عام، من 2010 ل 2024 14 عام، يعني خبرة كبيرة عنده. كاين بزاف قال لك يا ودي من باب الخبرة مبولحي أفضل، وكاين اللي قال لك لا، قال لك نهضرو باللي مادري راه مليح، ضرب زوج مدرب زوج حراس راه مليح. يعني الخيار يبقى عند مدرب الحراس وعند المدرب الرئيسي، هذه هي. وجدنا وين يبحث المدرب، يعني مدرب جمال بن ماضي، عن تحقيق بداية تكون قوية ومثالية. يلقى اي مدرب، اي مدرب في العالم يبحث على اول خاطر عليه يقول لك مفتاح وتطلع المورال. اول فوز هو مفتاح باش تحط خطوه، باش تحط خطوه في الدور الثاني وتطلع المورال، ها وين مليحه. على الناس قاعد تحوس باك تعقلوا عليها، درنا ماتشني الخيطان هربوا، الخيطان هربوا، الكبه تاع الخيط راس الكبه هرب قدامناش عليا. يعني وين تكون انطلاقة مثالية في كأس إفريقيا عكس ما كان عليه الحال في دورة الكاميرون. حاولوا ننساو تاع دورة الكاميرون، أما الذي يعني الأمر الذي جعله يركز على الجانب النفسي والتحسيسي، يعني من خلال أكثر من اجتماعات مع اللاعبين سواء على الانفراد أو عبر يعني مجموعات، مثل ما حدث في حصة يوم الخميس والجمعة والذي تحدث فيها مطولا مع الرباعي بنجع بليلي عطار في غولي، وقبلها في أول يعني تمارين بمدينة بواكي، عندما يعني اجتمع يعني عقد اجتماع مطول مع اللاعبين لمدة 15 دقيقة، وحاول من خلالها إدخال المجموعة مباشرة في الأجواء لقاء أنغولا والذي يراهن عليه الكثير من أجل تأكيد جاهزية يعني للمحفل القاري. هذه يعني نحوز دروك. وجاءت خطوة يعني جمال بن ماضي لمحاولة التخلص من النقطة، يعني كل هذا يعني وين يحوس وين التخلص من النقطة السلبية والتي أثرت بشكل يعني كبير يعني ومباشر على نتائج المنتخب في دورة الكاميرون، متمثلة في روح المجموعة والتي غابت يعني عن رفقاء محرز في ظل يعني نقولوا باللي في ظل عدم الانتظام في التربص التحضيري بشكل جماعي، والغيابات التي أدخلت الشك يعني للمجموعة بعدما تحصلت أسماء على أفضلية المقارنة بالبقية، وهي النقطة التي حاول المدرب الخوض تداركها هذه المرة، بداية بمحاولة خلق أجواء المنافسة من خلال تجمع لاعبين بمركز سيدي موسى قبل السفر جميعا إلى مدينة
الوامي والقيام بتربص في المستوى تربص كان في أعلى مستوى بأفضل يعني توفير كل حاجيات اللي يحتاجهم المنتخب الوطني والمدرب يعني ويخدموا مرتاحين. شعلنا في البواكين كيفاش لقاوهم الامن حراسه مسدده ما كانش هذيك الشعبويه تاع غيط ويروحوا والونتينار يخرج يقول خاصكم دراهم عاود يعطيهم يقول خاصكم اكثر كاين بزاف هذ الامور هذه اللي خلات يعني الشعبويه ولات بزاف كاينه شعبويه هذه هي. وحتى الوافدين الجدد في صورة عوار وآية النوري والشيء اندمجوا بسرعة وتعرفوا على أجواء القارة السمراء سواء في التصفيات الكار والذي يعني من أو المونديال أو في تربص يعني الطوب يحدث هذا في الوقت الذي جرب أمس الناخب الوطني التشكيلة الأساسية يعني المعنية بمواجهة يعني نقولوا لمواجهة أنغولا على هامش حصة مغلقة والتي أجريت بملعب يعني الثانوي الكلاسيكي باستقرار والاستقرار على بدء اللقاء بخطة معتمدة في مواجهتين الطوغو وبوراندي. ولو أن كل مؤشرات توحي إلى أن التشكيلة التي اختتم بها تربص لوامي الأقرب لدخول من غمار المنافسة القارية مع الإشارة إلى أن الجميع يعني العناصر الجاهزة لمواعيد أنغولا باستثناء عمورة أن الجميع يعني نقولوا بالمعاقب ومبولحي الذي يخضع لعمل خاص بعدما تدرب لفترة طويلة على انفراد على هامش حصة الخامس بحكم أنه غاب عن العديد الحصص في تربص الوامي. يعني وين غادي تكون أول ندوة صحفية لي بالماضي يعني وين كانت هذه وين حسب يعني وين بروتوكول يعني وين الندوه الصحفيه ليش واحد قال لك ما حقوش يدير ندوه صحفيه كاين ما حقوش يدير ندوه صحفيه صاحبي وين ما حقوش يدير ندوه صحفيه مالكم ما حقوش يدير ندوه صحفيه نتاعك معبول ولا يحكم في روحه ما يمشي يحكم في روحه هو صح ضروري كي تجي تقول لي بلي ما حقوش يدير ندوه صحفيه هذه ودي وين تعرف عن المواد وين سالنا وين كاين وين محل وين غادي يلعبوا القنوات اللي غادي يلعبوا بها هي قادر يلعب مبولحي رئيس البولحي ولا مادريا بيناتهم هذه والله ما خلينا من الحراس وين يوجد رامي بالسبعيني رايان يعني كسموه بالسبعيني كاين عطار كاين ايت النوري بالسبعيني عيسى ماندي اسماعيل بن ناصر انا والله ماذا بيا يدير بن طالب ويدير الشايبي ويوسف بليلي رياض محرز اسلام سليماني يمكن هادو وهذا هذا البارتي مدافعين تنجم تشوف سليماني يا بعد يعني ما خاطش عليها الدفاع تاع أنغولا شويه قال لك بلي يخوف ومنا ما نعرف هي تنجم يدير سليماني خطره من هدرت قلت له سليماني واحد قال لي لا سليماني صعب ويسق مليح في افريقيا ولا خصنا السك هذه ما خصنا السك لا بغيت ربي يسق مليح قال لك ما نعرفش قارو نشوفو عندنا مباريات هذوك عملاح الله انا واحد من الناس راني شفت يعني راني شفت اللي باللي المنتخب يعني تاع أنغولا ماهوش قوي علينا
ما يخوف سبحان الله، وعاد يدرس ما يخوفناش، هذه هي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.